لكن دعنا نزلف مباشرة لنقول ما الذي يدور الآن في مروي وما هي حقيقة هذا الاستهداف من قبل هذه الميليشيات لمطار مروي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ الكريم، والتحية لك ولضيفك الدكتور أحمد عثمان والمشاهدين الكرام. ما دار اليوم فجر اليوم في مروي عبارة عن عدد من المسيرات التي أطلقتها الميليشيا المتمردة في اتجاه مطار مروي، وتصدت لها المضادات الأرضية للقوات المسلحة الموجودة في الفرقة 19 مشاة مروي، واستطاعت انها تسقط هذه المسيرات بعد التشويش عليها ودون حدوث اي خسائر في المطار مروي او حتى في المدينه او في اي اهداف هدف من الاهداف التي وجهت اليها هذه المسيرات. نعم، هل هنالك اي ما اصابات كما تتحدث الميليشيات الان عن انها اصابت بعض لا توجد اصابات ولا في لا اصابات في الافراد ولا اصابات في المواطنين ولا حتى اصابات في مشاة قاعده مروي الجويه، لا توجد اصابات، وانما كل هذه المسيرات عدد 3 مسيرات تم اسقاطها والتشويش عليها ولم تصب اهدافها يعني. نعم، إذا لماذا تستخدم وهي اصلا من نوع المسيرات اصلا هذا النوع من المسيرات هو غير دقيق في التصويب وهي بطيئه جدا، والغرض منها هو احداث الفرقه الاعلاميه اكثر من انها تصيب اهداف او تؤثر على مجريات المعركه الدائره الان في السودان. نعم، كيف يمكن ان تتصدى مع القوات المسلحه؟ يعني هنا نشاهد انها مرتين تمت إسقاط هذه الطائرات من الفرقة 19 في مروي. هي تم إسقاطها في مروي، وتم إسقاطها من قبل في شندي، نعم، وكذلك يعني في القضارف وفي هذه المدن التي أطلقت عليها، ولذا لأنه إمكانياتها هي محدودة جدا وهي ليست دقيقة وليست متطورة يعني من السهولة انه يتم التشويش عليها، رغم انها بتمشي لمسافات بعيدة، لكن هي ليست دقيقة في إصابة الأهداف، وفي نفس الوقت هي ليست يعني صعبة التشويش أو اختراق نظام الملاحي حتى انه يتم تشويشه وإسقاطه في أي مدى من المدايات التي يعني تقوم بها الفرق والوحدات العسكرية. نعم سعادة العميد، هناك من يقول أن هذه المسيرات تجمع معلومات لفرق ربما عسكرية من المرتزقة الأجانب تحديدا الذين يعني يسعون إلى إحداث بعض الشيء في تلك المناطق. هي ليست مسيرات تصوير استطلاعية، إنما هي في غالب الأعام هي مسيرات انتحارية، يعني هم يعلمون تماما هذه المسيرات ستسقط او سيتم اسقاطها، ويخططون الى ان حتى اذا تم اسقاطها لا بد ان تترك اثرا بالانفجار الذي تحدثه عندما تسقط على الارض، ولذلك هي لا يعني يمكن الاستفاده منها في جمع المعلومات تكون محدوده جدا او تكون معدومه في بعض الاحيان، والغرض منها هي إحداث يعني فرقة إعلامية أو يعني إظهار وجود لهذه الميليشيا ومحاولة رفع الروح المعنوية للأفراد والمحاصرين في سواء كان في مصفات الجيلي أو في الجزيرة أو في أم درمان أو في بعض مناطق الخرطوم، والهزائم المتتالية التي يعني تلاحقهم من في كل رصاعة، فلذلك اطلاق هذه المسيرات والضجه الاعلاميه التي تحدثها يعني تؤثر، يرون الناس تؤثر في رفع الروح المعنويه لبقية ما تبقى من افراد هذه الميليشيا. نعم، على ذكر الجيلي والجزيره، ما الذي يؤخر حسم المعركه في هاتين المنطقتين، الجزيره الولايه الكبيره ومنطقه الجيلي لما فيها ربما من تواجد للميليشيات خصوصا داخل المصفاه؟ هو حتى الآن حسب علمي أن الخطة تسير كما مخطط لها وليس هناك تأخير في تنفيذ الخطة،
ولكن طبيعة المعركة يتطلب ذلك. أولا بخصوص مصفات الجيلي، طبعا هذه منشأة مهمة جدا ودقيقة وحساسة جدا، لذلك التعامل العسكري مع هذه المنشأة لابد أنه يتم وفق خطط معينة وفق مراحل محددة. والآن الخطة تسير كما مخطط لها تحديدا في مصفات الجيلي، لأنه الآن المصفى محاصرة من كل الاتجاهات عدا الاتجاه الجنوبي اتجاه الخرطوم، وأصبحت هذه الميليشيا الموجودة في المصفى كل يوم بتحاول الهروب في اتجاه الخرطوم بحري، وعند وصولها إلى منطقة الكدرو تقع في كمين القوات المسلحة وتبعد عن بكرة أبيها. ورغم عن هذه الكمائن المتكررة، لأنه لا ملجأ لهم إلى لا طريق يمكن أن يسلكوه غير هذا الطريق، يصروا أنه يعبروا بهذا الطريق حتى ينجوا بأنفسهم يعني. فلذلك كون أنه هذا الحصار يحدث هذه الحركات من التمرد في الانسحاب جنوبا واستنزاف هذه القوة معنويا وماديا وكافرات، هذا يعتبر نجاح كبير جدا. والخطة كما ذكرت لك حسب علمي أنها تسير حسب ما مخطط له. نعم.